السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو برو. في إطار سلسلة الربح من رمضان، سبق وأن قدمت لكم العديد من الدروس خاصة بالربح من رمضان، وهذه الحلقة ستكون فقط تتمة لحلقة سابقة قد قدمتها لكم، ورأيت أن هناك طلبات حول الحلقة الثانية، ويعني هناك العديد من الأشخاص من يريد أن أشرح طريقة النشر، الفيديو الذي صممناه بخصوص رسائل التهنئة أو بخصوص صور رسائل التهنئة. فلهذا قررت أن أشارك معكم الطريقة التي أستعملها، خصوصا أنني سأقوم بنشر هذا الفيديو في قناتي على اليوتيوب. حتى لا أطيل في هذا الفيديو، أترك مع الشرح، مشاهدة ممتعة. مرحبا بك مرة أخرى، وقبل أن أبدأ في هذا الشرح أدعوك للإشتراك من خلال الضغط على صابونة أو سبسكرايب أو إشتراك على حسب اللغة التي تعتمدها في قناتك. في الحلقة التي قدمنا فيها يعني طريقة عمل فيديو أو طريقة إنشاء فيديو خاص برمضان يمكن مشاهدته، والذي سنقوم بنشره في هذه الحلقة، قدمنا لكم طريقة المونتاج وطريقة عمل تصميم لهذا الفيديو. فالفيديو قانوني ولن تعاني مشكلة، يعني حقوق طبع النشر، فيمكن الاستفادة منه، يمكن الاستفادة من هذه الفيديوهات التي اصلا تروج بشدة في اليوتيوب في هذا الوقت. فالمهم، ما تبقى لنا الان هو النشر، وهناك من طلب مني ان اقوم بشرح لكم النشر، لهذا ساقوم فقط بنشره على القناة الخاصة بي الان. فاول شيء ستقوم بفعله هو انك تذهب الى موقع يوتيوب سكرين شوت، تدخل الى هذا الموقع، فهذا الموقع دوره انه يقوم باخذ لك صورة من داخل الفيديو، يعني ساقوم على سبيل المثال باخذ هذه الصورة، اوكي، يعني حتى تأخذ بحجم المناسب، تضغط هنا. ركز اول شيء انك في هذا المكان تضع يعني انليستد في هذا المكان، اي غير مرئي، اي انه ليس منشور، يعني ستجده يعني في الاول بيبليك، لكن تختار انليستد في هذا المكان حتى يكون غير منشور، والاشخاص الذين لديهم الرابط هم فقط من يشاهدوا هذا الفيديو. ستضغط على سيف تشانج، ثم تاخذ الرابط وتقوم بوضعه في هذا الموقع، ثم تضغط على شو سكرين شوت في هذا المكان، وستذهب الى هنا، ستنزل فقط قليلا، وستجد ان الفيديو يظهر على هذا الشكل، وحتى الصوره فهي تعطيك جودة الـ HD كما تشاهد معي الآن، هذه الجودة، فانظر معي حتى إلى جودة، فهي جد رائعة. أوكي، يمكن أخذ الصورة التي تريدها، على سبيل المثال نحن نريد هذه الصورة، سأنتظر قليلا حتى أوكي. فعلى سبيل المثال لو أردت هذه الصورة، تضغط فقط على سكرين شوت في هذا المكان، وسيظهر لك الصورة التي تريدها على هذا الشكل. أوكي، أنا اخترت هذه الصورة، سأحاول أن أختار هذه الصورة، ثم أضغط على سكرين شوت، وهذه الصورة تقوم بتحميلها بشكل عادي جدا، ثم تقوم بالذهاب إلى الفوتوشوب، تقوم بكتابة يعني أنا اخترت هذه الصورة سابقا حتى لا أطيل في الفيديو. المهم بعد ذلك تذهب فقط، يعني نحن الآن نختار صورة مصغرة للفيديو، سنقوم بالذهاب إلى هنا ونقوم بكتابة يعني رمضان كريم أو رمضان، نعم، باللغة العربية. فشيء مهم جدا بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون الفوتوشوب ولا تعمل معهم اللغة العربية، فالطريقة سهلة جدا، لا أحتاج فيها أن أشرح لكم فيديو كامل حول هذه الطريقة. فقط اذهب إلى الإديشن في هذا المكان، ثم تختار Preference في هذا المكان، ثم تختار General، أو تضغط فقط على Control كما تشاهد معي الآن، تضغط على Control ثم تضغط على K، ثم سيعطيك هنا هذه الصفحة، تنزل فقط إلى Text وتختار هذا الخيار هنا، ثم تضغط على OK وتعيد عمل Refresh أو تقوم بغلق الفوتوشوب وتعيد الدخول إليه مرة أخرى، وستجد أن الفوتوشوب يكتب اللغة العربية بشكل عادي. اوكي، ساقوم الان بالذهاب هنا، اوكي، ساقوم فقط باختيار اللغة العربية. فبالنسبة للاشخاص، هناك العديد من الاشخاص من يريد ان يحصل على كتابات جيدة، يمكن تحميلها من جوجل، تقوم فقط بكتابة يعني فونت، او فقط تقوم بكتابة يعني تحميل خطوط خاصة بالفوتوشوب، وسيعطيك هناك الكثير من تحميل الخطوط، يعني ليس فقط بالفوتوشوب بل يعني ستحمل خطوط عربية في حاسوبك. المهم سأنتظر هنا، رمضان كريم، سأختار هذه هي الظاهرة بشكل جيد، اوكي، سأضعها على هذا الشكل.
جيد، يعني سأضغط هنا بالزر الأيمن ثم أختار أوبسيون في هذا المكان، وسأقوم باختيار كولور ثم سأختار هنا اللون الأبيض حتى تظهر بشكل جميل. أوكي ثم أوكي، ثم سأقوم يعني بتكبير هكذا، وسأقوم بصعودها على هذا الشكل إلى أن تظهر الصورة على هذا الشكل. لا تحاول أن تقوم بوضع كتابات كثيرة في الصورة المصغرة، فقط يعني كتابات على سبيل المثال مثل هذه التي أريتها معي الآن. هنا ستضغط فقط على أنريستخي أو سيف أس، ثم تضغط هنا، تقوم باختيار الجودة والتي أنصح بها دائما بي أن جي، ثم تقوم بكتابة هنا رمضان 2017. أوكي اوكي، يعني بالنسبة لكلمة رمضان لا تقوم بالذهاب الى هنا وتقوم بالضغط على السيرفس وتكتب اي كلمة من الاصل، لكن حاول ان تقوم بكتابة الكيورد حتى تتأشف الصورة المصغرة مع الفيديو في جوجل وفي صور جوجل، لكن حاول دائما تقوم بكتابة الكيورد. اوكي فالان سندخل الى الفيديو، سنقوم باخذ يعني الصور المصغرة هنا، اين وضعتها في جوجل. اوكي ها هي، سأنتظر على ما يتم تحميل الصور، على ما يتم رفع الصور. سأقوم بكتابة التتر، فالتتر تكتب يعني التتر الذي تريده. على سبيل المثال أنا أريد يعني تتر فيديو رمضان 2017 ثم سأقوم بالذهاب إلى هذا الموقع. فهذا الموقع ستجده كذلك أسفل الفيديو. هذا الموقع يعطيك يعني بعض الأيقونات التي يمكن أن تحتاجها والتي ستحتاجها يعني في وضعها في فيديوهاتك على اليوتيوب، فهي غير مخالفة بالطبع في اليوتيوب. يمكن أن تضعها فقط لتزيين العنوان. على سبيل المثال يعني أنا أريد يعني وضع هلال على سبيل المثال. أين هو الهلال؟ ستجده هنا، هذه فقط خاصة ب أوكي هنا ثم هنا. هنا هو الهلال. اوكي يوجد هذا. اوكي ساختار هذا الهلال. لا ساحاول فقط ان اختار هنا حاجة رغم انه ليس لي علاقة كبيرة. اوكي ساختار التسبيح احسن. جيد فساقوم الان بالذهاب الى فهذا خاص بال البلوجر، الدرس الخاص بالبلوجر يتم تحميله الآن. المهم يعني الآن هنا سأضع يعني تسبيح، ثم سأضع هنا فيديو رمضان شاهد أحسن فيديو خصوص رمضان، ثم سأضع هنا تسبيح آخر رمضان مبارك سعيد. اوكي ثم سأذهب الى الديسكريبشن، سأضع هنا هذا هو افضل صور او فيديو يمكن أن تشاهده بخصوص، يمكن تشاهده جمعنا لك في أجمل وأرقى صور رمضان 2017. لكن حاول ان تقوم يعني افضل فيديو بمناسبة او افضل فيديو لرمضان رمضان 2017. فحاول دائما الكيورد الذي تستهدف ان يكون في الجملة الثانية او الثالثة يعني في السطر الاول، بعدها يجب عليه ان يكون في اي سطر. يعني في على سبيل المثال لو كتبت هنا 3 أسطر يجب على الكيورد أن يكون ب3 أسطر يعني كما ستشاهد معي الآن. يعني أقصى هو 2017. أوكي سأختار فقط يعني هنا قناة سموبا. أوكي
تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. اوكي. ثم بعد ذلك ستقوم ب يعني انت عندما ستقوم بكتابه هنا حاول ان تقوم بكتابه اربعه اسطر الى نعم على سبيل المثال تقوم بكتابه اربعه اسطر، لكن ركز في هذا المكان ان تقوم بكتابه يعني الموقع الخاص بك ان تقوم بكتاب يعني يجب عليه هنا ان يكون رابط. حاول ان تضع رابط الخاص بصفحتك على الفيسبوك، حاول ان تضع يعني صفحتك على تويتر، حاول ان تضع يعني صفحتك في جوجل بلس، حاول ان تضع يعني موقعك في حال كان لديك موقع. المهم يجب عليك يعني في هذه الأسطر أن تكون هناك يعني أن يكون هناك يعني روابط، بعدها تقوم بالذهاب إلى هنا وكتابة يعني ديسكريبشن صغيرة. لا تحاول أن تقوم بكتابة هناك كيوردات لأن هذا ممنوع في اليوتيوب. حاول أن تقوم بكتابة ديسكريبشن كذلك صغيرة للفيديو الخاص بك أو وضع يعني فيديوهات تتعلق برمضان 2017 تقوم بوضعها هنا. يمكن أن تقوم بكتابة يعني شاهد المزيد أو شيء من هذا وستظهر الفيديوهات مرة أخرى هنا. بالنسبة للكيورد ولدي كذلك يعني إن شاء الله سوف أضع لكم حلقة حول كيفية اختيار الكيورد بسهولة وبدون بدون تعب ان شاء الله. لكن الان سنشتغل على الاشرفة وحتى يعني في السيو لن تشاهد هناك يعني 50 او لن تشاهد هناك يعني 10 الى 20، بس ستجد يعني لو ذهبت الى هذا الفيديو الان وشاهدته ستجد يعني بعد نشره بالطبع ستجد هنا 70 الى 60%. كيف ذلك؟ اوكي تذهب اول شيء يعني هنا لدي خطأ في العنوان. نعم سأذهب إلى هنا بدون من 2018 سأقوم يعني بأخذ يعني النقص هنا ثم أوكي الآن جيد. سأقوم بالذهاب إلى هنا فيدي أو رمضان 2017. العنوان أو الكيورد الذي سأستهدفه يجب عليه أن يكون دائما هو الفو في البداية. سأكتب هنا رمضان 2017 فيديو رمضان دوام رمضان 2017 اجمل شاهد فيديو رمضان كسبق كتبته. نعم رمضان مبارك. اوكي رمضان مبارك سعيد. اوكي شاهد اجمل. اوكي شاهد اجمل فيديو. اوكي شاهد اجمل فيديو بخصوص رمضان. جيد الان فيديو رمضان 2017 سبق ان كتبتها. جيد الان هذا هو الكيورد. يمكن ان تضيف يعني اشياء اخرى مثل يعني صور رمضان شاهد اجمل فيديو. اجمل صور رمضان اجمل صور رمضان 2017 ثم فيديو لصور أو فقط العنوان أضع فيديو لصور رمضان يعني أو فيديو سأضع هنا فيديو ثم سأقوم يعني بحذف. أوكي أنا جيد سأضع هنا أجمل فيديو لصور رمضان. جيد بعدها ستقوم بالذهاب الى هذا المكان وتقوم بالذهاب مرة اخرى الى الديسكريبشن فقط للفكرة. لا تحاول ان تقوم باخذ نفس العنوان الذي كتبته انا وتقوم بنسخه ووضعه انت كذلك لهذا لن يتم صعود يعني الفيديو خاص بك يعني بشكل جيد في السيو لانك اصلا تقوم بنقل عنوان. حاول ان تقوم باختيار عنوان مميز غير موجود على اليوتيوب حتى يتم تصنيفك بشكل جيد. يعني ساقوم فقط بوضع يعني هكذا ثم هكذا ليست لدي مع مسلسلات. اوكي
صوم رمضان. المهم تضع هنا كيوردات خاصة برمضان، لا تحاول أن تخرج على التاجز الخاص برمضان. بعد أن تنتهي من هذه الخطوة تقوم بالذهاب إلى أند سكرين التي تم إضافتها في الآونة الأخيرة. أوكي، سأقوم بالذهاب إليها، وهذه لا يعتمد عليها العديد من الأشخاص رغم أنها مهمة ومهمة جدا. فسأذهب إلى أند سكرين، فيمكن من خلالها أن تحصل على مشاهدات وكذلك يعني تحصل على حتى اشتراكات من خلال هذه الأداة. سأضغط يعني أنا شخصيا لدي تمبليت، لكن سأنشئ تمبليت الآن جديدة حتى تفهم معي من البداية. فبعدها ستقوم بالذهاب إلى Add Element في هذا المكان، ثم تختار هنا Video or Playlist، ثم تختار على Create في هذا المكان، وتختار هنا Most Recent Upload في هذا المكان، لأنه سيتم يعني وضع لك Automatic، أو يقول لك هنا Automatic Refresh This Most Recent Upload Video، يقول لك أنه هنا يعني سيتم وضع لك آخر فيديو ستقوم بوضعه في القناة، سيظهر في هذا الشكل، وهذا جيد. سأقوم بوضعه هنا، ثم أذهب مرة أخرى إلى Add Element، ثم أختار هنا Subscribe، ثم أنتظر إلى أن تظهر السبسكرايب هنا، وسأضعها في هذا المكان، وحينها سنقوم بتصغير على هذا الشكل. أوكي جيد، ثم أضغط على Save. يعني هناك بعض الأشياء التي لا يكترث بها بعض الأشخاص، لكنها تكون ضرورية وضرورية جدا. سأذهب إلى كارد في هذا المكان، وسأقوم الآن بالانتظار حتى يعطيني هنا الكارت، لأن حتى الكارت فهي جيدة وستجلب لك الزوار. يعني هناك يعني حسب إحصائيات الخاصة بي أنا شخصيا، يعني الزوار الذين يأتونني من الكارت فهي جيدة، وستجد يعني جميع الفيديوهات الخاصة بالقناة الخاصة بها الكارت، وأعتمد عليها كثيرا في جلب يعني الزوار، لأنها لديها نسبة كبيرة كذلك في جلب المشاهدات من نفس الفيديوهات. المهم سأقوم هنا باختيار يعني Add Card، ثم أختار هنا يعني Video or Playlist، أضغط على Create، ثم أختار هنا الفيديو الذي تريد أن تضعه في البداية. سأضع هذا، ثم هنا مرة أخرى Create، ثم سأضع هذا الفيديو الثاني، ثم Add، ثم هنا الثالث، ثم مرة أخرى. يعني يعطيك 5 فيديوهات يجب عليك أن تقوم بوضعها. سأضع هنا، أوكي، هذا جيد. نعم 5، نعم هنا يعطيك 5 أوف 5، أوكي 5 أوف 5، أوكي. فقط يعني يجب علي أن أقوم بترتيبهم بشكل جيد حتى يظهر كل شيء، كل كارت ستظهر في مكانها. فبالنسبة لهذه الخاصية فهي هذه الخاصية التي تجدها هنا، والتي تجد يعني دائما عنوان يظهر لك بهذا الشكل، فهذا هو الكارت الذي أتحدث عنه الآن. سأقوم يعني بترتيبه على هذا الشكل، وهو يعمل يعني سيف أوتوماتيك، أي يقوم بعمل سيف أوتوماتيك، يعني أنت فقط يعني تقوم بالتعديل وهو يعمل سيف مباشرة، يعني بعد أن تنتهي فقط أخرج من الصفحة بشكل عادي. فبالنسبة بعد أن تقوم بالانتهاء، يعني حاول أن تقوم بإنشاء بلاي ليست خاصة برمضان، يعني تقوم بالذهاب إلى القناة وإنشاء بلاي ليست خاصة برمضان. بعد أن تقوم باختيارها من هذا المكان، تقوم بالضغط على هنا في النشر، ولكن ركز كذلك على عمل نسخ ولصق في جوجل بلس، لأنك تقوم بنشرها في جوجل بلس وتجذب زوار حتى من جوجل بلس، أي من محركات البحث. فحينها سوف نضغط على Publish، وسوف ننتظر حتى تأتينا المشاهدات في الفيديو، وستأتينا إن شاء الله المشاهدات، لأن الفيديو أصلا يعني بشكل جيد وبشكل احترافي، وحتى الصور فهي الصور يعني HD إن شاء الله. فكان هذا كل شيء في هذه الحلقة، وهذه الحلقة فقط خاصة بهذا الفيديو وكيفية نشر هذا الفيديو، فنشرته حتى في القناة الخاصة بي. فإن شاء الله يعني ستكون الحلقة الثانية اليوم إن شاء الله، يعني بعد أن تقوم باكتمال بقية الساعتين والإنترنت في اتصالات المغرب الكل يعرفها. فبالنسبة للحلقة الرابعة إن شاء الله سوف تكون حول سلسلة آل بحمين بلوجر، والحلقة الرابعة بالطبع ستكون إن شاء الله كذلك اليوم. في حال كنت تريد أن تتابع الحلقات، كل ما عليك هو أن تشترك بالقناة للتوصل دائما بجديد القناة. أوكي، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك، وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك. وفي حال أعجبك الفيديو اضغط على لايك، وفي حال لم يعجبك الفيديو اضغط على ديسلايك، وقل لنا ما لم يعجبك في هذا الفيديو أسفل في التعليق.
في حال كان لديك أي سؤال أو أي سؤال يعني خاص بهذا الموضوع ضعه في تعليق، في حال كان لديك أي سؤال خارج هذا الموضوع ضعه في مناقشة القناة وإن شاء الله سوف أجيبك عنه. كان معك هيزمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.